دكتور الحلوم منير طبيب أسنان وأب لطفل سكري من النوع الأول، أن يكون عندنا واحد اللقاء تعريفي بهذا القضية وهذا الموضوع ديال المرض السكري اللي هو آخذ في انتشار في البلد ديالنا. ولولا تضافر هذه الجهود وهذه النيات الحسنة فيما بيننا وأن تنتعاون من بعضنا البعض فهذا أمر جيد، نوصله للسكريات والسكريين كل جديد يتعلق بمرض السكري. وأهلا وسهلا ومرحبا. كما يعلم السكريات والسكريين على العموم والأطباء والناس اللي مهتمين بهذا المجال أن السكري بصفة عامة فهو إلا قلنا كانت يقيس واحد النسبة ديال 90% هي سكري من النوع الثاني، وكاين 10% هما السكري من النوع الأول. السكري من النوع الأول يعتمد في التتبع ديالو في الإدارة ديالو على الأنسولين بصفة يومية وعدة مرات في اليوم، يعني حقن ديال الأنسولين السريعة والبطيئة. أما السكري من النوع الثاني فهو تقدر بواحد الإرادة ديال المريض أنه فقط بالرياضة وبغذاء نمط غذائي اللي هو مزيان أنه يقدر يعكس النتائج ديالو ويتحكم فيه، وإلا استدعى الضرورة فالطبيب توصف أدوية اللي تتخاذ ماشي بالحقن عن طريق الفم. وفي بعض الحالات المستعصية والقديمة من السكري من النوع الثاني فإن الطبيب يلجأ إلى الأنسولين للتحكم في نسبة السكر في الدم والخزان. نعم، في موضوع اليوم جينا خصوصا نعرف السكريات والسكريين بهذا العلاج اللي تخص خصوصا النوع الأول، الناس اللي تديروا حقنات الأنسولين. فمؤخرا بان في الولايات المتحدة الأمريكية نظرا لتقدم الأبحاث في هذا المجال هذا تماك أنهم تمكنوا من خلال البروفيسور والعالم ميلتون واللي هو في نفس الوقت أب لطفلين سكريين واللي راه ماشي هاد النتائج يلاه بانت دابا، يعني راه عندها سنوات و 20 سنة هو تيبحث في هاد المجال. من يعرف بأن الأبناء ديالو تصابوا بالسكري بدل البحث ديالو، حيد من الخلايا العصبية ومشى للخلايا البنكرياسية المتعلقة بإفراز الأنسولين. وبالفعل بقى غادي مع التطور ديال الأبحاث ديالو تال 2014، كانت واحد طبيبة متدربة معاه هي اللي علنت ليه كون واحد الخلايا بنكرياسية تمكنوا أنهم يحصلوا عليهم من الخلايا الجذعية الجينية. وهذه الخلايا البنكرياسية احتفلوا بها واحد الاحتفال تماك لأن عرفوا بأنهم غيروا مجرى التعامل مع السكري من النوع الأول، حتى أنه قيل هذه بمثابة معجزة، لأن خصنا نعرفوا أن المعجزة اللي وقعت الأولى في مجال السكري وقعت سنة 1921 عندما تمكن عالم كندي من اكتشاف الأنسولين، وأن قبل هذا التاريخ السكريون من النوع الأول كانوا للأسف يفقدون الحياة، ما كانش يمكن لهم يستمروا في الحياة لأن ما كانش أنسولين. تكتشفت في 1921، هل هي الصدف اللي غتخلي 100 سنة بالضبط من بعد 2021 تندوز المرحلة أخرى اكتشاف طريقة إنتاج وبتريليونات الوحدات الخلايا بيتا المفرزة للأنسولين التي يتم تكوينها في المختبرات؟ والآن تم تجربة على السيد شيلتون وهو أمريكي يبلغ من السنة 64 سنة. قام البروفيسور ميلتون 29 يونيو 2021 بحقنه حقنة من هذه الخلايا البنكرياسية، فتمت المعجزة وتم أنه بدأ بوحده بلا ما يستعمل لا قياسات نسبة السكر في الدم ولا بلا ما يستعمل الأنسولينات، تلقائيا الجسم دياله والبنكرياس دياله أخذ لا فونكسيون يعني الوظيفة ديال إنتاج الأنسولين.
وبالتالي التحكم بنسبة السكر في الدم، حتى أنه من غير النمط الغذائي ديالو خدا نمط اللي هو الماكلة عادية اللي تناكلو حنا، حتى هي تمكن أنه يتحكم في الأنسولين في نسبة السكر في الدم، وأنه قال بالفم ديالو أنا أعيش حياة جديدة. هذا شيلتون الحياة ديالو تغيرت رأسا على عقب، فرحان بزاف. كاين فرق بين أنك تبقى النهار كله خايف أن نسبة السكر طيح، أنك تدير غيبوبة السكري، أنك هذا، وأنك تولي إنسان عادي. ما نتمناه الآن واللي واقفين عليه إحنا هو عرفنا أن هذا البحث الأمريكي سيتطلب حول 3 سنوات إلى 5 سنوات باش يكون متاح لجميع السكريين النوع الأول ديال العالم، اللي تبلغوا اليوم 9 مليون سكري من النوع الأول. وأن البروفيسور ميلتون قالوا أن خصنا ننتظروا هاد الإمكانية هذه ابتداء من سنة 2025. ونحن في المغرب ولله الحمد بغينا نكون تحنا سباقين، وبغينا الضافر الجهود لا من خلالي أنا والقناة يوتيوب ديالي اللي تندعي هنا يا سكري سكري، يدخل عندي القناة باش نكونوا على تواصل في هاد لابلاتفورم في هذا، وأننا نبقاو راكينين معلومات كثيرة تماك عن النمط الغذائي اللي هي قناة يوتيوب أنا سكري أنا رمز التحدي، كاين مجموعة فيسبوك أنا سكري أنا رمز التحدي، كاين مجموعة واتساب أنا سكري أنا رمز التحدي، وكاين حتى الجمعية المنشأة الآن في الولفة أنا سكري أنا رمز التحدي، اللي من خلال هاد المجموعات هادو الغاية ديالنا هو تقريب المعلومة الصحيحة المحينة للسكريات والسكريين، يكون عندهم المعلومات ديال 2021 و2022. أستاذ كيف جاتك الفكرة أنك تبحث في مرض السكري؟ يعني انطلاقا من كون الابن ديالي اصيب في 2020 بالسكري من نوع واحد، فعرفت بان الطريقه الصحيحه للتغلب على هذا المرض وان المواجهه هو معرفته جيدا. فاخطر الناس اللي متبعين القناه واللي متعرفين عليا انني تندير بكل بساطه انني ابحث في المجال، اسال اطباء كون التكوين ديالي الطبي في طب الاسنان ممكن قريب، يعني تنفهم المصطلحات وتنفهم هذه الامور، تنفهم اللغه الانجليزيه وهذا، فمشيت اتجهت للطب الامريكي والطب الكندي لانه متقدم في هذا المجال، وتنشوفوا شنو وقع اش وقع الموقع ديالكم اش وقع، وتنعاودوا الناس هذا الشيء بكل اريحيه. وحنا تنعتبروا راسنا ليست علاقه طبيب ومريض، ولكن اخوه بيناتنا حنا مجموعين على قناه يوتيوب انا سكري انا رمز التحدي، والدكتور الحلو فهو أرى الناس تتصلوا بيا لا من المغرب لا من خارج المغرب باش يسألوا على واحد الأمور اللي بعض المرات تكون بخاتيك، لأن ما يقدرش يتصلوا بالطبيب دائما ولا بهذا، تقدر يسولني راه مرتفع السكر اش ندير، تنقول لي نقص الوحدات ديال اللي نقص زيد هذا، هذه أمور اللي هي عادية. ونتمنى أن جهودنا كيف قلت أنها تجمع، وأننا نكون موحدين وننسق مع يعني الوزارة وزارة الصحة والجميع أننا نكون واجدين سنة 2025 لتقديم هذا العلاج النهائي لجميع السكريات والسكري من النوع الأول. وشكرا جزيلا. فعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تيفي، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.